يحظى شهر رمضان المبارك بأجواء متميزة لها طعم خاص، فتستعد الأسر الجزائرية بمجموعة من التقاليد التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وللتوابل بولاية بشار مكانة خاصة. الفكرة الأولى اللي تخمم فيها المرأة من قبلها يجي داخل عليها شهر رمضان تفكر باش تخدم راس الحانوت هو الأول. عندها تحضي راس رمضان، نوجدوا راس حانوت شاي شحريرة خضر قرطوفة شاي شع قهوة ديروا فيه خنجر قرفه سكينجبير. راس الحانوت هو أحد أشهر البهارات المعروفة بالمنطقة، لما له من سر في إعطاء أغلب الأكلات نكهة خاصة. الحان تاع اللي يطحن لازم دش تشوله هادو نسبقوهم، ومام طو تاني القصبر والكمون نمسحوهم نقوهم مليح، وكان اللي يبغي يقليهم يجو حارين في القليان، وكان اللي يبغي يديرهم نورمال كما يبغيش الحريرة تجي قوية يديرهم نورمال. يأتي الشهر الفضيل لإحياء الأجواء العائلية، حيث تجتمع العائلة حول طاولة الإفطار وفي السهرات بمختلف الأطباق التقليدية التي تعدها الأمهات خصيصا لرمضان. من بعد المغرب تجي الناس الأسر تجي تقصر بلا ما تليفوني لك وتقول لك راني جايه ولا هادي تطبطب في الباب تجي تقصر. تجي تقصر واش نديروا لها سفه واتاي حاجه عاديه، لان نجهزوا نفوسنا للجانب الديني الجانب الروحي باش نجهزوا روحنا في حفظ القران. لا يقتصر اهتمام العائلات الجزائريه على استهلاك الماكولات فقط، بل تركيزهم اكثر حول الطاعات والعبادات خلال الشهر الفضيل، فادخله الله علينا بالخير والبركات.